نعم هناك وثيقة رسمية يعني من الفيفا، الكل شهد الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي. دون أنه قضية العتاد الرياضي والممول الرسمي للاتحادية الكاميرونية قد يخلق مشاكل لهيئة إيطو، خاصة وأنه اليوم تم الإعلان عن القميص الرسمي للاتحاد الكاميروني والمنتخب الكاميروني الذي سيخوض به نهائيات كأس العالم، ولا يحمل يعني شعار شركة لوكوك سبورتيف الفرنسية، وبالتالي قد تكون هناك عقوبات لكن ليس لحد إقصاء يعني منتخب الكاميرون من المشاركة في المونديال. أظن أن هناك قوانين وهناك لوائح للفيفا، لم يسبق وأن تم إقصاء منتخب بسبب العتاد الرياضي يعني، لكن هناك دائما حديث، الحديث دائما يدور لأنه منتخب الكاميروني كان خصم الخضر في المباراة الفاصلة، شاهدنا منذ بضعة أسابيع أيضا الأمل عادت بالنسبة للجزائريين بعد منشور للصفحة الرسمية لكأس العالم، وبالتالي نظن بأن إشاعات والبعض يريد الاستثمار في هذه الأخبار المغلوطة. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.